يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عنها بعض الإخوة، هل هي من السنة أو من العادة؟ الحجامة عند الحاجة إليها، هل هذا من باب التداوي، والتداوي مباح، تداوي من الأمور المباحة. نعم. التكحل بالإثمد. نعم، التكحل سنة، التكحل بالإثمد سنة، وفيه أيضا فائدة للبصر. نعم. التطيب هل يعد من السنة؟ لا شك، من سنن الأنبياء التطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة ولو لم يمس طيبا، لكنه كان يتطيب ويحث على الطيب. يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة الطيب. نعم. يقول: أكل الدباء حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. هذا من المباحات، أكل الدباء من المباحات، مثل الحجامة ومثل الكي ومثل. نعم. يقول: وكذلك كان أنس يحب الدباء ويتتبعه، هل هذا من السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من الاقتداء به في المباحات، من الاقتداء في المباحات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر الأخذ، ما معنى أنه يوجر على هذا، إذا أكل الدب يوجر؟ هذا من المباح، اللي أباحه الله. نعم.